ارجع ابو ناصر. ما عاد فيه. شكرا ابو ناصر. راح ابو ناصر. وباذن الله بتلحقون انتم هيئه الترفيه، نبي نضحك. ما عاد فيه فار وبلنتيات ودلع. لا لا، انا نصيحه لابو ناصر، خذهم معك هيئه الترفيه، بيجي مسلسل قادمون يا اسيا، والله بتنجح في الترفيه، والله وعد مني هذا احلى مسلسل ترفيهي قادمون يا اسيا، خذها والله هيئه الترفيه بتنجح. شكرا ابو ناصر، ارجع ابو ناصر. انكشف المستوى الحقيقي، سبحان الله. 100 دقيقة وقدام التعاون ما فزتوا، هذا مستواكم الطبيعي، مستواكم الطبيعي. لو الحين على ايام ابو ناصر وايام الفار والدلع كان الحين 5 بالاحتياط، فايزين 5 على التعاون ولا 6. راح راح ابو ناصر، ما عاد في تعاون. بس بصراحة انا طالب الفيفا، انا طالب اكبر مسؤول في الفيفا يعطيني براءة اختراع. انا اللي اخترعت صمغ الفيران والقطو لايقاف الزعيق، ما حد اخترع الاختراع هذا غيري، جيبوا لي واحد قالها. انا اخترعت الشيء ذا وقدرت اوقفهم، يعني شوفوا مستواهم الطبيعي، طلع قدام الحزم قدام التعاون، خلاص صار فريق. يعني والله لو كذا من اول الدوري مخترعين الاختراع هذا كان الحين ينافسون على الهبوط. كشفناكم يا الطواقي، كشفناكم. اليوم طال عمركم بعد التعاون نتدهر بنيفيا، العموم نتدهر بنيفيا ونرقد، لا لكم وجه تطلعون ولا عاد في تعاون بين الزملاء ولا عاد في تعاون، خلاص ارقد تدهر بنيفيا وارقد. وش بتقول يا بطاقية؟ المنتخب اخذ لاعبين، المنتخب هذا كنو، هذا رايح كاس عالم، خلينا في النادي. افضل لاعب تقولون افضل محور مدينا كاس العالم وحين تكي في النادي. سبحان الله. شكرا ابو ناصر.